ريقك يخلي ريق يباك يرحمك من قلبه ضعيف منعوت راسك ما له جناس بين التهاني والتحسيف الضغط ضبطه صعب القياس شفت ذلايرك ظهن كيف كيف يفكك بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا تتواصل الشوط 11 تعلن انطلقت من مدير اللجنة المنظمة لهذا الميدان محمد بن سهيل بن وديمة العامري 10 أشواط انتهت مليا بالإثارة التوقيت لازال صامت تحت أقدام شواهين اللي بصمت وسجلت التوقيت الحدث على أرضية ميدان الساد 4:28 ثانية تهانينا لسيف بن سهيل بن خير العفاري على فوز شواهين بالمركز الأول بأول أشواط الحجائج وتوقيتها المميز اللي لأول مرة يتسجل بميدان الساد هذا التوقيت 4:28 ثانية. نسير وياكم مع انطلاقة الشوط 11 خاص للأبكار متمنين التوفيق للجميع. منصورة تفتتح الإذاعة وتبحث عن النصر حق عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري من يقدم منصورة إلى المركز الأول تليها في المركز الثاني شعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري على ظهر صيبة باسم مبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري نقله إلى المركز الثالث وفي المركز الثالث مرضية حمدان بن محمد الخريباني النعيمي من يقدم مرضية نقله إلى المركز الرابع هامه وصلت وصل أبو محمد عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي من يقدم هامه أتثاني في شوط القعدان الأول يبحث يبصم يسجل الحضور ويذهب بالسلامات لهالي مغافة هو الراشدي يتقدم بهامه إلى المركز الرابع وفي المركز الخامس شوف يا أبو سيف الدخول المميز من حاملة رقم 15 دخولها مميز واسمها مراسيل عزيز بن محمد الحميري وصل بن وديمة سالم بن علي بن وديمة جود يقدمها إلى المركز السادس والمركز السابع اللي من الجانب الآخر لكن بخليها حين تضع حمورها بناخذ الثامنة تتقدم مشاهدين الكرام جلنار حق سلطان بن خيرة اليبهوني الظهري وصلت وخذت المركز التاسع المركز العاشر تتقدم في هذه اللحظات سيطرة أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي وصل بن خيرة وصل راعي شواهين سيف بن سهيل بن خيرة من ياتي بأعياد إلى المركز العاشر وتتقدم إلى مراكز متقدمة لكن بنعود إلى مقدمة هذا الشوط بنعود إلى الصدارة بنعود مع اللي يحدث على أرضية ميدان الساد من منافسات من تحديات رقم واحد ومنصورة منصورة عبيد بن محمد بن ناصر بن سالمين المنصوري المركز الثاني لمبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري بالعوضي قادم الراشدي هامة تحركت هامة انطلقت عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي وصل بالعوضي أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي سيطرة موقعها المركز الثالث لكن بن عفصان ينطلق إلى الصدارة مبارك بن عامر بن عفصان المنصوري يهامة في اللحظات الأخيرة الراشدي ينتصر الراشدي ينتزع المركز الأول تهانينا العبد الله بن محمد بن سالم الراشدي الله يا هالي مغافة ومشكور يا أبو محمد سالم بن محمد الوهيبي راعي يربى يحقق الفوز والانتصار الثاني لعامر بن عفصان المنصوري الثالثة مشاهدينا الكرام الثالث الرابع لأحمد بن محمد بن عوضي واحد رقم واحد عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري والخامسة الخامسة عشرة الخامسة مشكور يا أبو سعيد المتابعة سحابة هزاع
بن غلام بن موسى البنوشي. هامة يا أبو سيف، شوف توقيت هامة 4:36. تهانينا لعبد الله بن محمد بن سالم الراشدي يذهب.